يكون هذه الحالة بجوج، هذه الحالة بجوج كيعطيونا مضاد، مضاد جسد، جسد هذا مضاد يعني أنتيكور. الأنتيكور اللي غادي يجي ذاك الميكروب، ولا غادي يجي ذاك الفيروس، ولا غادي يجي ذاك البارازيت الطفيلية، غادي يلقى هذا المضاد الجسدي كاين وغادي يقبطو ويجري يصلح عندي يسالينا. إذا هذه هي الحالة اللي تتوجد دابا حاليا، باقي ما كاينش الجلبة، واللي واحد العدد كبير ديال المختبرات الدولية خدامين باش يوجدوا هذه الجلبة، باش كيديروا لنا الجلبة واخا نتلاقى بالميكروب يجي مرحبا به غادي نقضي عليه ساعة. كاين أخرى هي الدواء، حاليا باقي ما كاينش واحد الدواء كذلك اللي هو فعال مباشرة على الكوفيد. تدير واحد الخليط ديال الحوايج اللي تعاوننا باش نحاربوا، باش الذات ديالنا تخلق ذاك المضادات الجسدية. هذا اللي كناخذوا الفيتامين سي، واللي كناخذوا الفيتامين سي، كناخذوا شي حوايج بحال هكا، هادو تيساعدونا. البابات وخاصنا باش نعطيو واحد المسافة ما كتقلش على 2 متر، وباش نغسلو يدينا مزيان بالماء والصابون، وإلا ما كانش الماء والصابون نديرو هاد الجل باش نشعلو أو نعدسو نستخدمو من دي. خصنا نديرو معقم ونغسلو يدينا ومسافة الأمان ونقصو في ديارنا ونديرو الكمامة احتياط، تتبقى احتياط علينا كمامة ضروري خصنا نديروها، ونعقمو يدينا مزيان ونغسلوها بالماء والصابون، وخصنا نحاربو فيروس كورونا ما يجيش لينا، ما يوصلش لينا، حنا خصنا نحاربوه. تبقى في الدار دير الكمامة وما تحيدهاش، باش بغيت الدار خصها تخلي الكمامة باش داك الساعات ما يوصلش لينا الفيروس. انا كنشكر جميع الناس وكنقول الناس اللي ما باغينش يجيهم كورونا يديروا احتياط ديالهم، وراه الوقايه خير من العلاج. فعندنا مثلا اداب السعال والعطاس، استعمال منديل كلينكس كنستعملوه لتغطيه الفم عند السعال والعطاس، او استخدام مرفق الذراع، يعني منين تجيني العطسه الا ما عنديش كلينكس وما عنديش منديل كندير هكا، يعني كنستعمل هذه القضيه باش كنحمي راسي وكنحمي الاخرين. هذه تقنيه بسيطه، يعني ما كتطلبش منا شي امكانيات ولا شي حاجه. ثم كنشوفوا ان من العادات الصحيه فين ما كاين شي مكان ملوث نتهربوا منه ونحيدوه، ثم ما يمكنليش نشارك الاخرين شي حوايج اللي مثلا كلينكس مسحت بها نيفي ولا مسحت بها فمي ولا وجهي ما نعطيهاش لواحد اخر، الكمامه ما يمكنليش نعطيها لواحد اخر، بزاف ديال الادوات اللي ما خصنيش نشتركها مع ادوات اللي يمكن تحمل فيروس اللي تقدر تادي واحد اخر. مفهوم هذا الشيء ياك؟ كتفهمون؟ واخا. ثم كما قال الدكتور وكل شيء كيتكلم عليها، وتبارك الله عليكم حتى نتوما في الاجابات وردود الفعل ديالكم، انكم كتلحوا على الكمامه، لان هنا شوف ترغيب الطفل بالكمامه وتنبيهه الى خطوره عدم ارتدائها في الاماكن العامه. عرفتوا علاش دابا الكمامه مزيانه في الاماكن العامه؟ ماشي غير عليك انت، يا حتى على الاخرين، الا دارها الطرف الاخر راه كيحمي نفسه وكيحميك انت، ولكن واحد اخر لما دارش الكمامه وفيه الفيروس وجيتي قربتي ليه، دونك الفيروس غادي ينتقل ليك وغادي تمرض بسهوله. اذا الشرط الاساسي والاول وهو اننا نرتديو الكمامه وبنظام، وطبعا كما قال الدكتور عمليه التباعد. ثم شوفوا معايا هنا التحت، يجب على التلاميذ والطلاب والعاملين غسل اليدين. لاحظوا في العرض ديال القيم ديال الدكتور ديالنا ان نركز على غسل اليدين، ومزيان الاجابه ديالكم كما قلت لكم راه قلتوا الا ما كانش معقم غادي يديروا غير الماء والصابون، وهذا غادي يعني بسيط سهل. وقيلا فهمتوني؟ فهمتوا؟ هادشي كله اللي قلت لكم راه قالوا الدكتور في العرض ديالو. انا
يعني عندكم واحد الطاقه فعاله على الموضوع ديال الكورونا مزيانه كبيره. دونك نزيد على واحد الجانب اللي قال الاستاذ ما تلوحوش الكمامات برا، علاش؟ لان يمكن يدوز واحد الكلب ولا واحد طيارة مسكين ويدير المنقار ديالو فيها ولا الكلب يشمها ولا شي حاجه، وداك الساعه نصدقوا عاوتاني في مشكل اخر. يعني بزاف الحيوانات اللي عندنا في هذه المدينه هذه اللي تا هما مرض ويعني وهذا تيزيد من الخطوره. ما نلوحوهاش مثلا مشينا لاكلاج، ما نلوحوش دوك الكمامات ديالنا وحنا عاد تنساو. علاش؟ لانه كلشي تتعرفوه نتوما. راه انا تنظن المعرفه ديالكم بكورونا المعرفه بالبيئه غتكون اكثر، لان ملي جيت للمدرسه ديالكم تنشوف يعني الجانب البيئي كاين، يعني الخطابات البيئيه كاينه مصوبه من الاساتذه ديالكم ومنكم تنتوما. فاذا كي قال الدكتور بالمحافظه على البيئه، المحافظه يعني الحمايه هي من كورونا. اذا علاش؟ لان كلشي تلوحوه راه تيمشي تيهزو الريح ولا تيمشي معنا وتيمشي للويدان، ودوك الويدان راه الأكثرية تنشربو منو أطفال المدرجات. إذا ما خاصش غدا ولا بعد غدا، لأن كاين واحد الخطر ديال الكورونا تواجد في المياه ديال الجوفية والمياه السطحية والمياه الجارية. إذا هادشي كله مطر. دونك أنا تنذكر بالجانب البيئي ما تنتبهو ليه. كي قلنا حنا ما يمكنناش نمشيو للأقسام كاملة ديال مدرستكم، حنا بالنسبة لنا اختارينا تقريبا أحسن قسم بلدينا، وفي الحقيقة خسريناها ماشي مسبق، حنا وقفنا لقينا كنت تقرا وصايبنا لكم دخلنا عندكم. ولكن بالنسبة لنا انتوا حنا انتوا غتكونوا السفراء ديالنا في المدرسة كاملة، وثانيا في الديون ديالكم. دابا هو راه واحد الوقت ما ربما ما كانش عندهم المعرفة بهاد الكورونا. دونك إذا انتوا غتكونوا سفراء. على اساس ان الجميع يكون في هذا الوطن هذا واحد في واحد الوضعيه اللي هي مريحه، وصراحه خوفا على الصحه ديالنا. هاد الجمعيه هي اللي جات باش 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 تبلغكم الرساله ديال كيفيه الوقايه من هاد الجائحه اللي هي صراحه العالم كامل تلفاتو، وكانت عندها تأثيرات اللي هي تأثيرات صراحة تأثيرات سلبية على جميع الدول، سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره. خلاصة القول هو أنني التعليمات أو الوصايا اللي قدموها الدكاترة مشكورين، كنتمنوا من التلاميذ ديالنا يبلغوها المحيط ديالهم كذلك، كما تمت الإشارة إليه والتوصية كما قدموها لكم وطلبوا منكم الدكاترة باش تبلغوا الرسالة للمحيط الخارجي، يعني خارج المؤسسة. كما أنتم كنتم محظوظين وجاو عندكم هاد الناس هاد الوجوه النيرة باش يوعيكم على الخواطر الأخطار ديال هاد المرض اللي هو مرض كوفيد 19، وكما قالوا هو مرض معدين كتسبب فيه فيروس كورونا المستجد. وراه فسروا لكم ما معنى كورونا، انتبه، فسروا لكم ما معنى كورونا المستجد. لهذا كنتمنى باش تكونوا كلكم استوعبتوا الدرس اللي قدموه لكم وتخرجوا حتى انتم خارج الاسوار ديال المؤسسه. والحمد لله على الارتياح اللي تنخلفوه دابا من منذ الدخول المدرسي الان، ما سجلت عندنا حتى شي حاله في المؤسسه، وكنا سباقين بعد اول حاجه كنا سباقين في جميع المؤسسات التعليميه، لاننا الوحيدين اللي استطعنا ان الاساتذه ديالنا ولا المدير ولا الاساتذه مشاو داروا التست ديال كورونا قبل ما نبداو الدروس. وهذه خطوه بعد خطوه خاصها تحسب الاداره ديال المؤسسه والاساتذه. انا بدوري كنشكرهم شكرا جزيلا، وهذا الشيء اللي شفناه دابا الحمد لله، هذه الصروحات القيمه اللي قدمها الدكتور الحلول الدكتوره ولا الاخوه اللي كانوا معنا،
هذا. انا كنشكر هذه الجمعيه التنسيقيه ديال المجتمع المدني وكنطلب منكم تزيدوا تواصلوا لاننا عارفين انتم هذه مخدامين وتواصلوا والشكر الجزيل لكم. وتنتمنى ان هذه الرساله لوليدات يهزوها الامان ويخرجوها اسوار المؤسسه لان المؤسسه حنا خدامين دابا بعضياتنا ولكن حنا اللي بغينا وتخرج للديور ديالكم للحي ديالكم هذا. نتمنى وكما قالت الاخت قبيله في واحد الكلمه قبيله ان البارح وصلنا ل 4000 حاله. نتمنى ابتداء من اليوم نبقى نشوفوا حالات قليله ويا ربي تحفظ هذه البلاد وشكرا لكم جميعا. صيغه ويسمحوا لي الاخوان شي مره شي واحد كياخذ كيشري ليمو ولا كيشري شي حلوه كما كان كياكلها كيشد داك الكافيت وكيلوحو في الزنقه ملي كيلوحو في الزنقه كيجي البرد كيدفعو حتى لهنا كنجي انا كنضربو برجلي كيجي واحد اخر كيضرب كيطيح في الواد ملي كيطيح في الواد كيلوتو وملي كيلوتو داك التلوت داك الماء اللي كاين ملي كيمشي هو اللي كنشربو كنجي عند شي واحد كنقول له راه داك الكاغيط اللي لوحتي راه غادي يموت الماء اللي غادي تشرب كيقول لك ويلي واش هذاك داك بيمو اللي لوحت انا هو اللي غينوتني انا كنقول له لا ماشي داك الكاغيط اللي لوحتي انت ولكن اللي لوح واحد اخر هو اللي غادي يموتك انت. اذا شنو اللي علينا خصنا ما امكن اننا نحافظوا على البيئه ديالنا وتكون بيئه نظيفه واذا كانت بيئه نظيفه الصحة ديالنا مزيانه. رجل ديال الاختصاص رجل ديال المهنه معايا الدكتور توفيق الحلو يقدر يعطينا شي حاجه على كورونا عنده شي حاجه على كورونا يسمعوا شنو هي كورونا دكتور الوقايه منها شنو يقدر يكون لنا شي حاجه تنتشر بسرعه كبيره وما خصناش نقيسوا الحوايج اللي تصحيح قبيله تنقيسوهم من العام يتعادلنا يبداو يتعادلوا الناس بالزربه الطفيليات هادو هما اللي تيمكن يعطيونا واحد المرض اللي هما حوايج اللي فيروس ماهوش شي حاجه اللي هي حيه هو غير قريب ديال النواه ديال الخليه حيت تيدخل هو لذاك الخليه تيمشي لذاك النواه وتيرول لها النظام ديالها وتيرجع لنا مشاكل هذا الفيروس البكتيري هي ذاك الميكروبات اللي تعطينا السب الله يحفظ اللي تعطينا واحد العدد ديال ثم البارازيت هو ذاك الحنيشات ولا كاين هما واحد العدد ديال هما المضاد الجسدي الفيروس او اللي يكون بكتيريا ولا يكون هذا تيكون عنده تنسميوهم لي زونتيجين هما التكوينه ديالو ولي زونتيكور هما اللي تيمشيو يطبقوا على داك لي زونتيجين باش يكمموهم وما يخليوهمش يأذيوهم هادو تتساعد الذات ديالنا باش تقاوم هذا جوج وثلاثة حاليا باقي ما كاينش كاين واحد العدد ديال المختبرات اللي تخدم على الشلبة عدد ديال المختبرات في العالم وهي متقدمة ويمكن توجد هذه الأجهزة من هنايا واحد من 3 شهور من 4 شهور ولكن حاليا ما كاينش الدواء بحال اللي قلنا ما كاينش واحد الدواء خاص الكورونا فيروس كاين أدوية اللي تتعاون الذات باش تقاوم باش تيبقى خاص إلا ما عندناش الجلبة ما عندناش الدواء شنو خاص خصنا الوقاية هي رقم واحد الوقاية شكون اللي يقدر يهضر لي على الوقاية؟ الجلبة يعني خصنا كاينة طريقة وحدة هي اللي الوقاية والوقاية حسن من العلاج وخصنا باش نحتاو راسنا وعائلتنا خصنا نديرو الوقاية نقيسو شي حاجة إلا ما شفناش شي واحد قايسها مولانا منبقاوش نلوحو الأسباب في الطريق نلوحوهم في بلايص الكمامة نلوحوهم في مكان ديال الكمامة كاين واحد 3 ديال الطرق الطريقه الاولى هي الوقايه والطريقه الثانيه المصل والجلبه والطريقه الثالثه
هي الادويه، ولكن طريقه ديال الجو الثانيه ما كاينش، كاينه غير الوقايه، والوقايه كما مازال الوقايه خير من العلاج. اللي عندهم السن مرتفع هذه ممتاز ناخذ. اذا كاع داك الناس اللي عندهم داك التنفس اكثر من الاخرين، لانه هذه الكورونا كيمشي كيحارب لنا الخلايا ديال الرئه ديالنا. لاحظتوا حنا تندخلوا يعني مبتسمين، علاش؟ لانه داكشي اللي تنلقاو احسن من داكشي اللي كان في دماغنا. فاذا تنهنيوكم اولا، تنهنيوكم بالمدرسه ديالكم، تنهنيوكم بالاوطوم اللي تتشرف عليكم الاداريه السيد المدير، وكذلك الاستاذه ديالكم تبارك الله عليها الاستاذه صباح. فوالا دونك تنهنيوكم. ثانيا لقينا حويجات زوينين، لقينا حنا ما علمناش، لقينا التباعد كاين، لقينا الكمامه مصوبينها كاملين، لقينا عاوتاني الدكتور توفيق مني طرح اسئله، ما لقيناش ناس يعني مهوشه وما عرفتش تجاوب، كلشي جاوب وكل هالاجوبه كانت يعني على صواب. ولكن حنا متشبتين بالحياه، حيت الحياه زوينه، انتي وهاد الوليد وهذا ما تيشوفش راسو ان هاد الجائحه غادي تحبس له داك الطريق ديالو صافي، يعني ما تيشوفش راسو العام الجاي في غيكون منا عامين منا ربع سنين منا 10 سنين. لا ما غنخليوش هاد الخطاب يعني النيجاتيف كي تنقولوا العدمي ديال صافي راه جات الجائحه ما بقى تقرايه، راه ما بقى نجاح، ما بقى مستقبل، ما بقى كلشي باقي. لانه خصكم تعرفوا راه رجعتوا للتاريخ، العالم مر بجائحات اخرين، دازوا امراض واستمرت الحياه، ولكن استمرت بالنسبه للناس اللي حماوا راسهم. ما خصنيش نجي نبقى عند زايد الحمايه غتهبط عليا من السماء، لا غتهبط غندعي يعاوني ربي، ولكن خصني انا نحمي راسي ونتشبث بالحياه ونتشبث بداك الحلم اللي عندي. انا بغيت نذكركم هنا، الاكثريه فينا اللي جينا عندكم هكا على الوقت، حنا ولاد المدرسه العموميه بحال يعني ولاد المدرسه العموميه العام بحال هادي، وربما المدارس اللي قرنا فيهم حنا كانوا قل من هذا المستوى، ولكن وصلنا لذاك الشيء اللي بغينا. كاين فينا اللي وصل وزير، راهم تعرفوهم من هذه المدينه، كاين وزراء قراو عندنا. انا قرات سنه في المدرسه العموميه ما مصوباش حتى ما مبنياش، مصوبا عيب العود، قرات في اسفي مدينه اسفي، ولكن تعينت استاذه جامعيه هنا ودرت يعني بزاف ديال الحوايج، نائبه رئيس الجامعه لعده سنوات، درنا السياسه وباقي تنديروها، درنا البيئه وباقي تنديروها. انا بغيت هنا عندك واحد الحاجه، كل واحد فيكم خصو يقول كورونا ما غتوقفنيش على الطريق ديالي اللي غنمشي فيها. واحد فيكم تهضر على الدراري والبنات، بصح راح يضربكم واحد واحد القضيه، البنات راهم بلاو متفوقين على الشباب. داكشي اللي كاين عندنا احصائيات، حنا في احصائيات اسيدي في الجامعه، على مدى 15 عام انا كنت نائبه رئيس مكلفه بالبحث العلمي والتعاون، ومكلفه كذلك بالبيداغوجيا والمسائل الاكاديميه. 15 عام في الاحصائيات الاولاد تيجيو في الدرجه الخامسه ولا السادسه، ديما عندنا سته الاولانيين بنات. انا باش يكون تحفيز للدراري، تحفيز للدراري باش تقول شكون اللي غيجي الاول، حيت مهمين دوك البلايص الاولانيين. كلمه اخرى هو انتم كلنا بالنسبه لنا حنا انتم عرفتوني واش حنا جينا دخلنا عندكم ما غنقدوش ندخلوا، كي قال السيد المدير كاين 160 مدرسه وما غنقدوش ندخلوا حتى الاقسام الاخرى، ولكن حنا بغيناكم كل واحد فيكم يقول انا امباسادور، انا سفير. بسم الله الرحمن الرحيم، لينا والزوار ديالنا وكل شيء، خصكم تصابوا جبالي، خصكم المعقم، المهم ها هو، المعقم كاين، والنوافذ يتحلوا، راه كنقولها لكم، التهوية القسم، المعقم، الصابون، جافيل كيتدار لكم كل صباح في الباب، صافا، والتباعد، احترموا راه داك لكم اللي سكوتش، احترموهم، البلاصة فاش كيسكوتش ما تكلش فيها، صافي. ونشكر مرة أخرى الناس اللي جاو عندنا، شكر جزيل، لأن لاطاش راه دازو عندنا ناس أخرين، لكن يمكن هاد لاطاش ديال الدكتور أكثر من داكشي اللي شتا الآخرين. كانت مبسطة توصل لكل واحد،
حنا غنستافدوا بزاف، حنا كنا محتاجين لهذا الدروس هذه. الله يشكر، شكرا بزاف. نتشدوا الوقايه، نديروا الوقايه ديالنا، ما خصناش نبقاو نلوحوا الازبال في الشارع. خصك تبقى تلوح الزبل في البلاصه ديال القمامه باش ما تعاديش شي واحد واحد اخر، يقد شي واحد واحد اخر يمشي داك الشيء الماء، وهذاك الاخر اللي غيشرب الماء يقد حتى هو يمرض، ولا مرض يقد حتى هو عاوتاني شي واحد اخر يلوح الزبل وتصدق مارض حتى انت. داك الشيء علاش ما خصكش كاع تلوح الزبل في الارض، لوحوا في القمامه. وكاينين ثلاثه الوسائل، كاين المصل وكاين الجلبه وكاين كاين الادويه، ولكن الادويه والمصل والجلبه ما كاينينش لحد الان، كاين غير واحد هو العلاج. وكما كان الوقايه كما المثل، الوقايه خير من العلاج. واحد الخريطه خصكم تعرفوها بان اليرموك كتمشي لمولاي علي الشريف في المدرسه العموميه الوحيده في وسط الخصوصي كامل، والنتائج الاولى ديال ولاد اليرموك. الدراري كيجيبوا 17 18 بالمويان، هادو الولادات ديال اليرموك. وكنتشرف بكم، حتى انا كنتشرف بكم لان كنبغي الحق، ولكن خص تكون النتيجه. الهضره ديالي الغوات ديالي واخا في ساحه واخا تشوفيني كنغوت كنقولها لكم قدام الناس، انا واعر شي شويه انا خايف، ولكن النتيجه في الاخر كتكون النتيجه، والحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.